Hey!
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختانك زينب الكبرى وزينب الصغرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن أيها الراضي بالقدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيعا والدينا في يوم الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فترة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك
واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حجة ابن حسان صلواتك عليه وعلى باري في هذه الساعة وفي كل ساعة وديا وحافظا وقائدا ومناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا